أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة رافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صرح بكلمة مصغرة جاء فيها بأنه أراد الأغلبية الوطنية فعرقلتها الدعاوى الكيدية، وأضاف: لست من يعادي أحدا وإن كان من يريد قتلي في التسريبات الصوتية الأخيرة، في إشارة إلى نور المالكي. كما قال: لا فائدة ترتجى من الحوار وما نتج عنه إلا الخراب والدمار والفساد، يقصد طلب الإطار التنسيقي للجلوس على طاولة الحوار. قال بأنه لن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن. دعونا نتابع الجزء الأول من كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. على أكبر كتلة وأردنا الأغلبية الوطنية فعرقلتها الدعاوى الكيدية، وليس الصراع صراعا بين أشخاص كما يحاولون تبيان ذلك لكم. فلست ممن يعادي أحدا على الإطلاق وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة، أو ممن سكتوا عن التسريبات الأخيرة، فلا أكن لهم إلا طلب الهداية، لا لأجلهم بل محبة بالدين والمذهب والشعب والوطن. ولا تذعنوا لإشاعاتهم بأنني لا أريد الحوار، لكن الحوار معهم قد جربناه وخبرناه، وما أفاء علينا وعلى الوطن إلا الخراب والفساد والتبعية، على الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم. فلا فائدة ترتجى من ذلك الحوار، وخصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية. أيها الشعب العراقي الحبيب، كما عهدتموني فإنني لم ولن أرضى بإراقة الدماء، ولن أبتدئ بذلك إطلاقا. وإن أقدموا على ذلك فالإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، كما ضحى الإمام الحسين سلام الله عليه بدمه في ثورة الطف الأبية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح وإنقاذ الشعب والوطن. طبعا كما جاء في كلمة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بأن الثورة لن تستثني من هم في التيار الصدري من الفاسدين والمجربين على حد تعبيره، وقال بأن الفاسدين في التيار نحيلهم إلى القضاء لكن يتم تبرئتهم. فلنتابع الجزء الثاني من كلمة الصدر. تريدون الإصلاح والتغيير فإنني بانتظاركم، وإن رضيتم بواقعكم مهما كانت صفاته ومساوئه فهذا أمر راجع إليكم. لكن الثورة بدأت صدرية، وما الصدريين إلا جزء من الشعب والوطن. وإن كان في التيار من هو فاسد ومجرب فإن الثورة لن تستثنيه، فإنني ما بدأت الإصلاح إلا من داخل التيار، ولم أدعي يوما أن التيار الصدري فوق الشبهات، وكلكم تعرفون القصقوصة. لكن أغلب المطرودين والمنشقين إما أن يجدوا أبواب الفاسدين لهم مفتحة، أو يجدون ذريعة من البعض في عدم جواز معاقبتنا لهم بطرق خارجة عن القضاء أو القانون، فيعثون في الأرض فسادا، وإن أحلناه للقضاء تمت تبرئتهم، وإن أحلناهم للقضاء تمت تبرئتهم مع شديد الأسف. أيها الشعب العراقي الحبيب، لا أقول ذلك ضعفا ولا خوفا، ففي التيار رجال أشداء وفيهم الكفاية كما يعبرون من ناحية العدد والاستعداد للتضحية، جزاهم الله ألف جزاء.
الخير، لكن أقول هذا لكي تعم الفائدة السماوية والتوفيقات الإلهية للجميع. تحدث زعيم تيار الصدري في كلمته بأن أغلب الشعب العراقي سئم من الطبقة الحاكمة برمتها بما فيهم بعض المنتمين للتيار الصدري، ودعا الصدر لحل البرلمان وإلى انتخابات برلمانية مبكرة، كما دعا المعتصمين للاستمرار في اعتصامهم لغاية تحقيق المطالب على حد تعبيره. دعونا نتابع الجزء الثالث من كلمته. على يقين أن أغلب الشعب قد سئم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار، ولذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد، ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله تعالى، من خلال عملية ديمقراطية، انتبهوا رجاء، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولا، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي. نعم، لست طالبا لسلطة، ولا عندي مغنم شخصي لي أو لمن يلوذ بي، ولا أنا طالب لإراقة الدماء، لكني وفي شهر الإصلاح أطلب الإصلاح، عسى أن يكون ذلك بابا للتوفيق. وعلى كل محبي الوطن وعاشوراء الإصلاح أن يسيروا نحو الإصلاح، والله ولي التوفيق. ثم إن على الثوار والمعتصمين الأحبة الأعزة البقاء والاستمرار على اعتصامهم لحين تحقيق المطالب. ثم أوجه شكر الجزيل إلى القوات الأمنية البطلة، وإلى كل من ساند هذه الثورة العراقية الأصيلة. طبعا تفاعل العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه الكلمة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. دعونا نتابع بعض التغريدات على تويتر، فمنهم من غرد وقال كعلي البيدر، قال خطاب مقتدى الصدر أراد من خلاله القول لا مفاوضات قبل حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وبعدها يمكن الحوار مع المنافسين أو الخصوم، سيتم تجاهل الصدر وبعدها سيعمل على إحداث شلل في السلطة التنفيذية والحياة في بغداد، وسيتم تنفيذ كل مطالبه الصدر بعد التظاهر أصبح أكثر قوة وشعبية. أما الباحث فقال مقتدى الصدر خضع وتراجع عن تغيير النظام السياسي وبقية الهرج الذي صرح به كما يقول، وما لقي إلا أقرب باب له لخداع أتباعه هو إجراء انتخابات مبكرة. يقول هذا طلب الإطار التنسيقي من البداية والذي رفضه مقتدى في البداية. يقول هكذا تروض الجارة، يقصد إيران، ألف واحد كمقتدى، لأنها أخبرته تستشن أي تجلس لو تنتهي سياسيا كما جاء في تغريدة الباحث. فاطمة علي حسين غررت وقالت انتخابات مبكرة لإلغاء الانتخابات الأخيرة التي هي أصلا مبكرة وعلى نفس قانون الانتخابات ونفس الآلية ونفس المرشحين، تقول شنو فائدة الإعادة. مصطفى القطان يقول كل ما شاهدته اليوم في مبنى مجلس النواب وفي خارجه والأعداد التي تفيد إلى محيط مبنى البرلمان كانت تؤشر إلى استمرار موقف التيار الصدري برفض الحوار والمضي بالاعتصام وفعاليات الشارع. نعم، معنا اتصال من بريطانيا، ما سمعت الاسم، أبو أحمد من بريطانيا، مرحبا بك معنا أبو أحمد. أبو أحمد، استمعت إلى كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يعني يقول لا حوار، يقصد مع الإطار، ويقول بأنه جربنا الحوار سابقا ولكن لم ينتج منه إلا الخراب والدمار. برأيك يعني في هذه الكلمة مقتدى الصدر يتحدى خصومه في الإطار التنسيقي من جديد، لا حوار معهم، جربناهم وخبرناهم فلم يفضي إلى الفساد والخراب والتبعية، ما رأيك؟ تحية لك، حياك الله، أهلا وسهلا بك.
طبعا انا يعني من خلال متابعتي لقناتكم القنوات الاخرى الاخرى نعم وصلت الى فرق قناعه تامه انه قضيه شخصيه. هو يقول بانها ليست شخصيه كما يقول. لا 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 لكن لا لا هو اشار الى التسريبات المرة. اشار من يريد قتلي في التسريبات الاخيره. احسنت نعم. هذه وحده. اثنين اكثر من قناه تقول طلعوا المالكي اني اتحاور. يعني القضيه مو قضيه شعب ولا قضيه فساد ولا قضيه اصلاح، لان الصدق اللي كان يملك الصدق حميد الغزي. مين حميد الغزي؟ امين مجلس الوزراء لحد الان يجتمع ويشارك بالقرارات ووزراء والمدراء. انا اعرفكم مدير عام تابعين للتيار الصدري لحد الان موجودين بالخدمه ولم ينسحبوا. زين دوله شنو اذا هو فعلا ما يريد الاصلاح وكل شيء وربطوا بالامام الحسين؟ ترى ماكو شيء يعني هذه الامور بعد ما ينضحك عليها. ثانيا يعني الامام الحسين يعني انت هذا التاريخ اللي انكتب. انا دا اتناقش ويا احد اصدقائي قبل فتره قلت له مثلا نجيب اي شخص بعد 100 سنه كل واحد يكتب عليه بوجهه نظره هو من يتذكره. فاحنا هسه مرات نرجع للتاريخ قبل 1400 سنه شو درينا شكله ماكو كان؟ شو درينا شنو الصح وشنو الغلط؟ المهم رباط الحديث هذا الرجل انا احسه غير صادق ومستعد اكثر من مره انه جعل القضيه قضيه شخصيه بحته وليس قضيه وطنيه. واحنا نتمنى اذا كان صادق في مسعى كليتنا وياه. بس انا على يقين بعد هذه الخطابات اللي يخطبها الموضوع كيدي بحت وليس قضيه وطنيه. والف شكر لك استاذ عمر العزيز. نعم. زين ابو احمد، يعني هو في تغريده السابقه قبل ايام أراد تغيير جذري وعملية سياسية جديدة وتغيير الدستور. اليوم لم يتطرق حول العملية السياسية أو لم يتطرق حول الدستور، يعني ماذا نفهم من ذلك؟ هو فقط دعا إلى انتخابات مبكرة إلى 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 حل البرلمان. أما شو سبب انتخابات مبكرة؟ أنا أريد تغيير كامل للدستور. هذا الدستور ما خلق إلا أزمات بعد ازمات، والا شنو بلد صار له 19 سنه البنى التحتيه الكيرف مالتها تنازلي. البقاله مثل ما برنامجكم اللي دائما يذكرها برامجكم انه في ازدياد مستمر. اغلب الاحزاب اللي جتي فتحت جامعات الغرض من عندها غرض مادي بدون تخطيط. يعني هنا صاروا خريجين كل سنه. انا اتذكر كمهندس رقم الهندسي 32000، ذاك اليوم سمعت رقم هندسي 450 مثل 500000. قلت لهم شنو القصه يا معزين؟ احنا كنا من كل سنه يخرج 82، كل سنه كنا نتوقع يخرجون فد 1000 وكسر. شنو الاعداد الضخمه هاي اللي تخرج؟ معناته ماكو لا تخطيط ولا تنسيق ولا نفس وطني حقيقي للتغيير. فلذلك انا اعتبر خطاب سيد مقتدى الصدر خطاب شخصي بحت 100% ولا العلاقة. والدليل انه الزيارة القانونية صحيح حضرتك. نعم. شو راح يكون رد الاطار التنسيقي على هذا الخطاب على هذه الكلمة؟ صحيح انه مكتوب الزيارة القانونية اثبتت فشلها. انا لا ما اقول لك اثبتت فشلها. نعم. لانه اكيد جرت اذن السيد مقتدى وخلته يغير لغة الحوار مالته. وزيارة أخرى راح تصير غير خطاب 100% ويقول هذا تعالوا هاي لكم وهاي لي. أنا وجهة نظري الشخصية في هذا الموضوع أستاذ عمر العزيز. نعم. وهذا لأي سؤال. لكنه اعترف بأن يعني هناك من في التيار هم من الفاسدين وقد لجأنا إلى القضاء لمحاسبتهم، ولكن القضاء برأهم أو ذهبوا هم بأنفسهم تحت عباءة سياسيين متنفذين. انت شو تقول استاذ عمر؟ انا حول سؤالك يعني منطقي هذا الكلام؟ نعم. يعني انا قائد مجموعه اكثر من 3 مليون شخص وعندي واحد فاسد، انا ابتره من يمي ابتره ابوصله اعلن براءتي من عنده. شنو انا يوميا واحد من جماعته يطلع لي بالنجف كم مره حرقوا احد المولات اللي كان لاحد اتباع السابقين لان انقلب عليه. نعم. فهاي الامور كلها بعد ما ينضحك على الواعيين من الشعب. بس الاتباع بعد ما عندهم حل اخر ورا أنا أشكرك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا. معنا أبو عمر من بغداد، مرحبا بك معنا أبو عمر. استمعت إلى كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما رأيك بها؟ حياك الله. أهلا وسهلا. حيا قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. يا حليك. أنا
اهلا وسهلا. استاذ احنا نعرف كل العراق من شمال الجنوب بانه هاي التظاهرات تظاهرات صدريه تابعه لمقتدى الصدر وليس تظاهرات للشعب العراقي باجمعه بكافه اطيافه. اليوم التظاهرات اللي خضت اللي خلافات اللي بين نور المالكي ومقتدى الصدر، هذه الخلافات اللي كانت اللي يعني نقدر نقول قبل سنين اللي كانت موجوده عندنا، هاي خلافات اللي الشعب العراقي يعرفها، يعرف من هو مقتدى ويعرف من هو المالكي، لانه بس 2014 هو من وقف الجانب نور المالكي اثناء حكمه رئيس الوزراء. فخرج الشعب العراقي بس 2014 طالب بتحسين الاوضاع والخدمات، كل هاي الامور مقتدى الصدر وقف امام المتظاهرين وامام الشعب العراقي لانه صار يعطينا مده 3 شهور من بعدها تتحسن الوضعيه وتتحسن البطاقه التموينيه وكافه الامور اللي يحتاجها. فظل هذا ظل ولد اكثر من 6 شهور مرت واكثر من 6 شهور ولم نجد اصلاح ولم نجد اي توافق بين نور المالكي ومقتدى الصدر. هاي الامور اللي كل الشعب العراقي يعرف انه سلطات الاحزاب هي يعني هو دعا الى استغلال هذه الفرصه من قبل الشعب بوجوده كما قال لتغيير الوضع في العراق. هل يمكن التغيير؟ لا يمكن تغيير الوضع، التغيير الوضع وضع العراقي يعني قلت لك كل يعني الشعب العراقي ما راح يتظاهر ولا طب المنطقه الخضراء ولا طب البرلمان، يعني دليلا على انه اكثر من اخواننا وناسنا المراجع مثل المراجع علي السيد السيستاني اللي هم يعني اتباع كثيرين وما شفنا احد من عندهم من هاي الجهه اللي راحت، ايضا مع الوقف السني، ايضا مع اخوان من المسيح، كل هاي الطوائف ما رحنا شفناها وما سمعنا احد الطوائف او احد المراجع راح دعمت مقتدى الصدر في هاي الطوائف من اجل انجاح هاي الثوره. اذا ابو عمر هو قال جربنا الحوار وخبرناه وما نتج منه إلا الدمار والفساد والتبعية، وقال في نهاية الخطاب بأنه يعني دعا دعوة صريحة إلى حل البرلمان وإلى انتخابات نيابية مبكرة في حال وافق الإطار، برأيك وافق الإطار التنسيقي على انتخابات مبكرة، هل سوف يجلس مقتدى مع الإطار للحوار وهو يؤكد بأنه لا فائدة من الحوار؟ فالزاد ما الدعوات اللي قاعد يحكيها والامور اللي قاعد يطالبها بوجه المالك مع العراقيين كلهم يعرفون بانه حل البرلمان وهاي الطبقه الفاسده اللي حكمت من 2003 لحد الان كل الشعب العراقي رافضها. من يكون الشعب العراقي رافضها لازم يكون وقفه مع مقتدى الصدر، فمقتدى الصدر الشعب العراقي ما يعترف بكله، كل الشعب العراقي بس تياره واتباعه اللي يشاركون فيه. اما الحوار من يقعد ويا المالكي ويتحاور على تغيير وانتخابات مبكره، فالشعب العراقي رافض هاي الامور، كل هاي الطبقه السياسيه، هذه يحاول من خلالها بان اعاده الانتخابات واعاده الوجوه اللي اذت العراقيين واللي سرقت مال العراق، يحاول ارجاعها من يعني اصواتهم خلي يكون اكثر من ما كانت انسرقت بالانتخابات. من شكرا لك ابو عمر من بغداد كان معنا. طبعا خلونا نراجع ابرز النقاط اللي تحدث بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال بانه اردنا الاغلبيه الوطنيه فعرقلتها الدعاوى الكيديه، قال ليس الصراع كما قال صراع شخصي وانما هو يعني كما يحاولون، يقول ويشير الى الطرف الاخر، يقول لست من يعادي احد وإن كان يريد قتلي، في إشارة واضحة إلى نوري المالكي في التسريبات الصوتية الأخيرة أو ممن سكتوا عن هذه التسريبات. قال جربنا الحوار وما نتج منه إلا الخراب والدمار والفساد والتبعية على الرغم من وعودهم. قال فلا فائدة ترتجى من ذلك الحوار وخصوصا بعد أن قال الشعب كلمته. قال لن أرضى بإراقة الدماء ولن أبتدئ بذلك إطلاقا، وقال بأن السرايا مستعدون عددا وعدة في حال وقع هذا الشيء، يعني يقصد كان هناك اعتداء من الطرف الآخر، وقال بأن وإن أقدموا على ذلك فالإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية. قال بأن الثورة وصفها بأنها ثورة بدأت صدرية وما الصدريون إلا جزء من الشعب العراقي.
قال من كان في التيار هو فاسد ومجرب فإن الثورة لن تستثنيه، ولم أدعي يوما بأن التيار الصدري فوق الشبهات وكلكم تعرفون القزقوصة. أشار إلى هذه الورقة قبل سنوات عندما كتبها وتم الهجوم على منازل لقيادات في التيار الصدري. قال بأن أغلب المطرودين والمشقين إما يجدون أبواب الفاسدين مفتحة لهم أو يجدون ذريعة من البعض بعدم جواز معاقبتهم، وقال من أحناه للقضاء تم تبرئتهم. قال بأن أغلب الشعب العراقي سئم من الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار. قال استغلوا وجودي لإنهاء الفساد، ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن. قال من خلال عملية ديمقراطية ثورية، ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإلى حل البرلمان، كما أكد على المعتصمين البقاء على اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء لحين تحقيق المطالب. معنا أبو عبد الله من أربيل. أبو عبد الله، استمعت إلى كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال بأن أغلب الشعب سئم الطبقة السياسية بما فيهم بعض من هم في التيار، ما رأيك في هذه الكلمة وفي هذه النقطة بالتحديد؟ حياك أستاذ وأشكرك. سهلا بك، يا هلا بك. إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام حسب كلام السيد مقتدى، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام عنده حديث يقول علامة المنافق ثلاث: إذا تمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا تكلم كذب شيء عقوب. أنا ما حافظ بالضبط. إذا وعد أخلف وإذا تمن خان. الله وديه. نعم. ذكرتني. وإذا تمن خان وإذا وعد أخلف. وإذا حدث كذب. نعم. وإذا تحدث كذب. هذا سبحان حديث. الله. نعم. عندهم الكذب يصفطوا الصفر. الأحمر يسووا أسود والأسود يسووا أبيض والأبيض. نعم. وأكبر ما نعرف يعني يمشوا هنا. المهم حتى الآن أقول أنا ومتفق على وأبقى على رأيهم، خليش ما يتحشوا وش ما تقول. أنا أقول هاي خطوة بس يردون يصنعون حسن نصر الله الجديد بالعراق. طبعا طقة واحدة مصير ليش صار؟ من يريد؟ طيب صحيح الشهيد أبو عبد الله. من يريد صناعة حسن نصر الله بالعراق؟ شو هو بالعراق موجود أكثر من حسن نصر الله؟ لا مو قوة حسن نصر الله. من اللي يريد حسن نصر الله؟ أنت تقصد مقتدى صناعة نسخة، تسمعني؟ نعم. أنت تقصد بصناعة نسخة لحسن نصر الله في العراق هو مقتدى الصدر، صح؟ والديك. تمام. من يريد صناعة هذه النسخة؟ إيران تريد. أستاذ إيران. إيران تريد تصنع حسن نصر الله. يعني هل يعقل بأنها تجعل من زعيم التيار الصدري يتفرد بالمشهد السياسي في العراق؟ هناك حزب الدعوة، هناك نور المالكي، هناك بدر، هناك هادي العامري، هناك قيس الخزعلي، هناك ميليشيات كثيرة هي تابعة لإيران أصلا. نعم. ماذا سمعت زين؟ بس أنا عندي حكاية وحدات. نعم. احتراماتي للشعب العراقي، أنا عراقي وأفتخر بعراقيتي وأفتخر بأممنا. بس أنت سمعت بعض المتظاهرين ايش يقول حتى تكرم التواليت بتبريد مركزي ماكو شيء، وكم من يموقين يما اكو بهم عنده 500 دينار استاذ جدا. نعم. هذول متبوعين عن شيء شلون استاذ الجوع، والله راح ينقلبوا من الاله. والله مو انا اكره ما اكره اللي صار، اعرفوا خراب العراق هم، اعرفوا اذا مالك كل الحاضري هذا قيس ابو عيون جريء هذا قيقه. نعم. هذا نعم. أنا أشكرك أبو عبد الله من أربيل، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد. طبعا قبل كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كانت هناك يعني بيانات وتغريدات من قبل السفراء الغرب في العراق وتأكيدهم على الحوار بين الخصوم السياسيين واحترام السياقات الدستورية، يعني وكذلك يعني العراقيون منهم من قال بأن هذه المواقف إن كانت موقف سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أو السفير البريطاني هي يعني تؤكد على دعم العملية السياسية في العراق التي صنعها الاحتلال منذ عام 2003 ولغاية الآن. نعم، تساؤلات كثيرة، هل سيتم حل الأزمة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار بالتراضي في حال تم الموافقة على انتخابات نيابية مبكرة وحل البرلمان؟ يعني كيف سيكون السيناريو المعلن لمقتدى في التراجع عن الحل الجذري؟ يعني لمسنا من الخطاب قبل أيام كانت التغريدة تنص على تغيير جذري في العملية السياسية، في الدستور، في كل شيء. اليوم لم يذكر العملية السياسية، لم يذكر الدستور، فقط اكتفى بتغيير وعملية ديمقراطية وصفها بثورية وبحل البرلمان وانتخابات نيابية مبكرة. معنا اتصال أبو علي من واسط. أبو علي، ما رأيك بكلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهذا اليوم؟ يعني هل برأيك سد الأبواب أمام الإطار التنسيقي للحوار والجلوس على طاولة المفاوضات بهذه الكلمة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير حضرتك. أهلا وسهلا لجمهور الله. يا أهلا بك. هو ما جاء بشيء جديد. أنا أريد أموت وأنا مستعد أموت وسوالف هذا إحنا نعرفه، يعني هذا مو جديد على مستوى. نعم. لكن هو اليوم أنهى الحوار الموجود، يعني ماكو حوار. الحوار كان موجود حتى إحنا نتصافى نعطيهم مرشح حتى تصير حكومة. طبعا هو السيناريو هو هذا اللي رسمه مقتدى من انسحب من العملية الانتخابية. هو إذا انسحب قال إذا أكيد ما راح يسمح لأحد يشكل حكومة، لأن معروف مقتدى لو ألعب لو أخذ بالملعب. تتذكر هو من انسحب من الانتخابات قال أنا ما أشارك، وبعدين راح ومشوا عليه ورجع انتخابات. فمن انسحب نزل الشارع انتخابات مبكرة. لكن الحسنة الوحيدة أنه أحد الفاسدين طلع برا، يعني طلع أوف سايد في ما يقول. من هو؟ المالكي. المالكي بعد انتهى، يعني شغلته انتهت. معقولة يطلع بهذا الشكل؟ يعني يستسلم ويعتزل العمل السياسي بشكل كامل؟ ما هو قبل نور المالكي قبل سنوات اعترف بأنه قد فشل هو ومن معه من السياسيين وبقي مستمر. احنا نتفق على شيء واحد، يعني كل العراق يتفقون انهم كلهم فاشلين وكلهم فاسدين، لكن اكو واحد من الفاسدين واحد طلع واحد، يعني واحد طلع واحد اوت. هذا انت مقتدى طبعا من قال انتخابات مبكره راح يبقى عالم خيارين، يا اما هو يفوز بكتله اكبر اكثر من المقاعد اللي فاز بيها ويقدر ينطل الاطار كله اوتسايد، او انه على الاقل يقدر يفرقهم مثل ما فرقهم اسرع. أنا بالنسبة لي طبعا هو أشار في هذه النقطة بعدما ذكر موضوع التسريبات، أبو علي إذا تسمع لي، قال بأنه لا وجود للوجوه القديمة بعد اليوم، يعني ربما يقصد بها المالكي بشكل غير مباشر. هو هم قديم والعامري قديم والبعد قديم، لكن إحنا ترى حتى مقتدى كان يعلم بالتسريبات قبل لا تطلعها علي فاضل. نعم. لأن لو لاحظ أنه بشهر ثلاثة هذه التسريبات كانت موجودة، هو بعدين أقصى 100%، لكن الآن بعدها ما قبل أي وساطة. أنا حتى العامل من قال له انسحب وما انسحب، إحنا الصريحة يعني هذه المسرحية كلها أخذنا أنه واحد منهم طلع. إن شاء الله واحد طلع الثاني على الأقل. أبو علي أبو علي، يعني هل الإطار يعقل الإطار برئاسة نور المالكي راح يستسلم لمطالب مقتدى الصدر لو ينتظرون النوب يجي قاني من إيران حتى يقعد ويا التيار الصدري ويقعد ويا الإطار ويتفقون على صيغة معينة؟ كريم، كان قبل قاسم سليماني أقوى من قعاني. قعاني ما يقدر يسوي شيء، لو يقدر يسوي شيء كان يسوي شيء من البداية. انقرض أكثر من مرة، والدليل أنه الإطار انقسم بالأخير. اليوم العبادي أيد كلمة المقتدى،
الامس الاطار كلهم زين. هو هي بالشخصيه ابو علي، هي بشخصيه المقارنه بين شخصيه قاسم سليماني وقاني لو الموضوع موضوع سياسه ايران المرتبطه بعلي خامنئي. لا لا قاسم سليماني عنده يعني شلون اللي اضم واحد من ايده التوجعه. قاسم سليماني قوي جدا، لو ملاحظ انه من غير قاسم ايران ما قدرت تدخل، متدخله بالعراق لكن مو مثل دخلها القديم. نعم. لكن هسه احنا نقول واحد منهم طلع الحمد لله ان شاء الله خلصنا منه عندهم، لان طلع طبعا اذا المالكي طلع عاود دوله القانون كلها تروح، لان هنا ماكو احنا استاذ محمد ما عندنا احزاب لها يعني عريقه لا تتبع شخصيات، لو ملاحظ حزب الدعوه طلع المالكي سوى له تكت في الجديد، عبادي راح، الجعفري راح انتهت، الجعفري ما له ذكر، لان ما يشتغلون للوطن، يشتغلون لانفسهم، يعني من كانوا يسمون انفسهم معارضه؟ يشتغلون لانفسهم، ومقتدى لان الجمهور يعني يتبعه سواء صح او خطا هم يتبعونه. لان اكثر كلام مقتدى متناقض، وهم تابعينه لحد الان، هو الاقوى من عندهم، يعني ثلثة هذه هم اقوى من عندهم، لكن نقول ان شاء الله هم مثل الحيه اللي تاكل بجسمه لما يبقى الراس الشعب موجود هو يدوس على الراس ان شاء الله. أنا أشكرك أبو علي، كان معنا من واسط معنا اتصال أبو حسين من السماوة، مرحبا بك معنا أبو حسين، شنو رأيك بكلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم؟ أبو حسين. ألو. نعم أبو حسين تفضل. أبو حسين أسمعك. نعم انقطع اتصال مع أبو حسين من السماوة. طبعا ثوار تشرين أكدوا في بيان موحد تمسكهم بمطالب الثورة، وطالبوا الصدر بالتعهد لأبناء الشعب العراقي بمحاسبة الفاسدين جميعا بما فيهم فاسدو التيار الصدري. دعونا نتابع هذا البيان. شهدنا هنا وهناك مطالبات بتغيير شكل النظام وإعادة كتابة الدستور ومحاسبة الفاسدين، هذه المطالب التي كانت الهدف الذي خرج لأجله الشعب في ثورة تشرين، ولم تتحقق بفعل وحدية النظام واندساس الأحزاب في صفوف المتظاهرين، فإن واجبنا الوطني وثقة أبناء شعبنا حتمت علينا الخروج بموقف وطني حقيقي موحد، وبعد مراقبة المشهد ودراسته تفصيليا فإننا نضع موقفنا في نقاط. أولا، إن التجارب العديدة بين الشعب والتيار الصدري قد خلفت فجوة تحتاج إلى ردم جاد وحقيقي، إذ لا يخفى على الشعب عموما وأبناء التيار خصوصا إن العديد من سياسي التيار الصدري المتبني لمبادرة التغيير الجذري حاليا كانوا جزءا لا يتجزأ من منظومة الحكومات الفاسدة المتعاقبة، فضلا عن الانسحاب المخيب للآمال لاحتجاجات 2016 والتي شارك بها عموم الشعب يتبعها عدة مواقف يشوبها القتل والقمع والتحريض ضد متظاهري تشرين. متظاهرو ساحة الحبوبي أكدوا على موقفهم الرافض للعملية السياسية والتظاهرات الحالية التي تديرها الطبقة الفاسدة واستمرارهم على نهج ثورة تشرين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. دعونا نتابع هذا المقطع من الناصرية. على الجميع من أبناء شعبنا العزيز إن خلافات هذه الأحزاب والقوى السياسية هي خلافات مصالح حزبية وليس للشعب فيها مصلحة أو فائدة، وإن الشعارات الفارغة التي رفعتها جميع الأحزاب ما هي إلا أكذوبة يحاولون فيها خلط الأوراق واستجداء عواطف الناس لتمرير صفقاتهم ومصالحهم الحزبية. لذا نعلن نحن ثوار ساحة الحبوبي إننا كنا ولا زلنا على موقفنا الرافض لهذه الطبقة السياسية بكل أحزابها وتياراتها الفاسدة، لم ولن نكون جزءا من هذا الصراع، ولن نكون محرقة للأحزاب التي عاثت في بلدنا الخراب والفساد على مدار 18 سنة، على مدار 18 سنة كل الأحزاب السياسية. ومن تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الكلمات من قبل ثوار تشرين، أمير الخفاجي قال سووا لجنة واتفقوا ويا التيار على الإنقاذ ونظموا صفوفكم
وتوحدوا وكافي خلافات، أعتقد فرصة لم تحصل من قبل وبها كل المطالب. أما كرادي فقال لا بأس بخطوة طلب الضمان لسد فجوة الثقة مع أنصار التيار، أما تظاهره فكان ممكن تلافيها. يقول الحقوقي حيدر، يقول أهم شيء ما يحضرها أحد من النواب مدعين الاستقلال ما يحضرها. أما مصطفى فقال أي بيان يتفقون به ويا القتلة ما يمثلني ولا أعترف به، تشتريني خالص العراق فقط، ثابت على العهد والمبدأ. أبو حسين من السماوة يعاود الاتصال بنا، مرحبا بك معنا أبو حسين. أبو حسين شنو رأيك بكلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بس أريد يعني أقول لك على نقطة واحدة، قناتك شلون؟ شلون أبو حسين؟ قناتك تدعم تد صوتك ده يقطع أبو حسين. يقطع لأن أنا قلت لك قناتك كانت تدعم ثوار العشائر اللي كنت تدعمهم وصاروا داعش. حتى أنت توقع يعني بين أبناء المذهب. يا أخي اسمع 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 اسمع، راح أسألك سؤال وجاوبني عليه، ماشي؟ ماشي. تسمعني؟ تسمعني ولا ما تسمعني؟ تسمعني لو ما تسمعني؟ هل أنا منو أنا حتى أفرق بين أبناء المذهب؟ شنو القوة اللي أملكها ما شاء الله؟ اسمعني زين، أنا وسيلة تنقل الحدث، أنا نقلت كلمة للسيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، اعطيني رأيك بيها فقط. الحكي هذا صار لهم 20 سنة يسرقون وفاسدين ويقتلون، هسه أنا جاي أخرب المذهب؟ وين لقيتها يا أبو حسين؟ قل لي رأيك حول ما قال مقتدى الصدر. تفضل. وقطع اتصال مع أبو حسين مع الأسف. احنا جايين نخرب المذهب، شلون يابا؟ شلون هذا الكلام؟ هذا كلام غير معقول وغير منطقي، وأرجو أن تكون العقلية فوق هذا المستوى. احنا قناة تنقل الحدث اللي إذا يصير بالعراق، ما جايبين شيء من جيوبنا، هذا الموجود بالعراق تحدث به، عندك رأي تفضل به بشكل محترم. احنا اليوم حدث اليوم نتكلم فيه، وباشر اكو حدث وعقبه ما نعرف الله اعلم، فاحنا بدنا ننقل حدث اليوم. عندك راي تفضل قوله بشكل واعي بشكل مرتب مو مخربط. فلازم نرتقي الى مستوى الوعي، مستوى العقلانيه والمنطق. نعم، نرجع الى كلمه زعيم التيار الصدري. خلونا نتابع بعض المقتطفات من هذه الكلمة، نتابع. وأردنا الأغلبية الوطنية فعرقلتها الدعاوي الكيدية، وليس الصراع صراعا بين أشخاص كما يحاولون تبيان ذلك لكم، فلست ممن يعادي أحدا على الإطلاق وإن كان يريد قتلي كما في التسريبات الأخيرة، أو ممن سكتوا عن التسريبات الأخيرة، فلا أكن لهم إلا طلب الهداية، لا لأجلهم بل محبة بالدين والمذهب والشعب والوطن. ولا تذعنوا لإشاعاتهم بأنني لا أريد الحوار، لكن الحوار معهم قد جربناه وخبرناه، وما أفاء علينا وعلى الوطن إلا الخراب والفساد والتبعية، على الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم. فلا فائدة ترتجى من ذلك الحوار، وخصوصا بعد أن قال الشعب كلمته الحرة العفوية. أيها الشعب العراقي الحبيب، كما عهدتموني فإنني لم ولن أرضى بإراقة الدماء، ولن أبتدئ بذلك إطلاقا، وإن أقدموا على ذلك فالإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، كما ضحى الإمام الحسين سلام الله عليه بدمه في ثورة الطف الأبية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح وإنقاذ الشعب والوطن. طبعا نتابع معكم فقرة الهاشتاج، ولكن بعد قليل. يعني هناك من تحدث بأن مقتدى الصدر قد
تحدى في هذه الكلمة الإطار التنسيقي من جديد بتأكيده بأنه لا حوار معهم. قال جربناهم لم يفضي هذا الحوار إلا إلى مزيد من الفساد والدمار والتبعية. طالب بحل البرلمان وبانتخابات نيابية مبكرة. كذلك طالب المعتصمين بالبقاء داخل المنطقة الخضراء حتى تحقيق المطالب. طبعا مثل ما أشرنا لم يأتي في كلمة الزعيم التيار الصدري ذكر على الدستور، تغيير الدستور أو تغيير العملية السياسية اللي تحدث بها قبل أيام بتغريدة على تويتر. يعني هناك الوضع مرتبك بعض الشيء. ماذا سوف يكون رد الإطار؟ لغاية الآن غير معروف. كيف سيكون رد فعل الوفود الإيرانية بعد هذه الكلمة؟ كل هذه التساؤلات، سيناريوهات كثيرة مطروحة على الساحة العراقية. ربما حتى أنه يكون هناك حوار في حال وافق الإطار على الانتخابات المبكرة وعلى حل البرلمان كما يقول مراقبون وعراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. دعونا نذهب إلى الهاشتاج في الدقائق الأخيرة لحلقة هذا اليوم من برنامجكم صوتكم. يحرص ثوار وتشرين على النأي بأنفسهم عن المشاركة في الصراع السياسي المحتدم بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وسم شعلينا الذي جرى تداوله بشكل كبير عبر عن هذا الموقف الرافض للتدخل في هذا الصراع. دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات تحت هذا الوسم. رقية تقول رحمة الله عليكم، ما ظل لا دخانية ولا شغب ولا قناص ولا ميليشياوي ما قتل بكم، وكان صوتكم حر وحبكم للعراق من قلبكم كانت ثورتكم قدوة لكل العالم. رحم الله ثوار ثورة تشرين العظيمة. أما حسن باسكتبول فيقول كما أسمى نفسه، يقول أحدهم قتلك والآخر داس على رأسك، وهسه اثنيناتهم محتاجينك ويستنجدون بيك، ياخذون براسك شرعية شارع، خليك بالبيت فما هي إلا أيام ولن ترى منهم باقية. شعلينا. أما أسامة قال ميليشيات يتظاهرون ضد ميليشيات حتى يحصلون على الحكم. يقول إحنا شعلينا. تغريدة من محمد يقول فيها ما يحدث في العراق هي ثورة المناصب، ثورة الكراسي، ثورة المكاسب، ثورة الحصول على المنافع المادية، ثورة الأحزاب ضد الأحزاب، ونحن في غنى عنها ولا دخل لنا فيها، وقد يحدث تصادمات دموية فيما بينهم. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. شعلينا. نعم، إذن كلمة لزعيم التيار الصدري تحدث فيها حول الاعتصامات في المنطقة الخضراء ودعا إلى انتخابات نيابية مبكرة وإلى حل البرلمان. معنا اتصال أبو فاضل من السماوة. تفضل أبو فاضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ممكن أشارك بالحديث؟ تفضل عيني، تفضل. بالنسبة نعم، هو بدأ الثورة والثورة إن شاء الله مباركة. نعم. وبالنسبة للأحزاب، الأحزاب ما شفنا من عندها فشيء ملموس على أرض الواقع. يعني نعم، إحنا صار لنا 18 سنة نعاني من أزمات. نعم. سياسية، أزمات حزبية، أزمات فئوية، كلها موجودة بهاي الفئات الأحزاب. والأحزاب اللي اجتنا ما اجتنا، يعني اجتنا تابع للدول الجوار. ما جاية تفيد الشعب وتفيد الفقير وتفيد الإنسان. أبو فاضل، أبو فاضل، أبو فاضل. نعم. نعم. أسألك على نقاط بالكلمة زعيم التيار. قال الوجوه القديمة ما راح ترجع يعني على الساحة، هاي وحدة. ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإلى حل البرلمان. في حال الإطار وافق على هذه النقاط، هل سوف يجلس معهم للحوار؟ لا، ما يجلس. ما يجلس نهائيا في كل الأحوال. أنت تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد ذلك. نعم. من يشارك إذن بالانتخابات؟ هو يريد من يشارك إذن بالانتخابات النيابية المبكرة من غير التيار ومن غير يعني
الكتل التي كانت متحالفة مع التيار الصدري، أقصد الإطار، الشعب اللي نعم الشعب اللي هسه بالساحة وهو معيد للثورة الصاحية. إذن أنت ترى بأنه لا حوار مع الإطار التنسيقي؟ الشعب أقول لك نعم. الشعب اللي حالياً بالساحة نعم هو راح يشارك بالانتخابات لأن يريد الإصلاح ويريد هذه الثورة تنجح. شكرا لك أبو فاضل من السماوة كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.